اللهم حتى وان لحقوا لن يتعدونهم، اذا ما جوا جنبهم ولا ما راح يتعدون. صحيح. لكن محمد مسردي جاهز في كفش الروم. صحيح. عطونا محمد. محمد صباح الخير. صباح النور والسرور، اصبح عليك وعلى المشاهدين الكرام وعلى اخونا الكبير ابو يوسف. كيف الحال؟ طيب. طيب ان جالك طيب. يلا حيه. شيك ورا شيك، ثقه وثبات، اللهم لك الحمد. التوجه للهدف كانك داري انك حاط احد المراكز هنا، صحيح؟ اي نعم، يقول لك دائما القى نصب الركاده. الله الله. طيب يا محمد المسردي، هل الشيك هذا بيكون الاخير؟ هل تشوف ان الشيك هذا اللي وصلك كفايه للوصول للنهايه، ولا بتحتاج دعم منك نفسي؟ الجواب هذا طال عمرك يا ابو حمود انا ما اجاوبك عليه، بس المفروض توجه للرواسي، هو بيكفيهم الشيك ذا ولا يبون الاخير بعد؟ الرواسي يدعموك خارج القريه، انا اسالك انت لانك داخل القريه، لان لولا ادائك داخل القريه ما دعموك الرواسي خارج القريه. انا اللهم لك الحمد يا ابو حمود، انا من بدايه البرنامج وانا امشي على رتم معين. اللي بيركز على محمد المسردي بيلقاه يمشي على رتم معين. فانا طيب. الحمد لله انا كل مره ازيد رتم، ازيد رتم، ازيد رتم. ما اروح على طول كذا، ما يمديها كذا. النجاح صعود خطوه خطوه، لازم اعتبها. طيب محمد المسردي، امس انا سالتك سؤال او البارح كان سؤالي لك من تتوقع يحصل على شيك الانقاذ، وقلت لي بكل جداره الاجدر. هل هذا دليل ان محمد المسردي خلال تواجد الاربعه متسابقين داخل هذه القريه هو الاجدر منهم؟ ما ابغاك تقول لي كلنا اخوان شمه، كلنا العين والراس، لولا الكلام هذا كله اعرفه. امس انت تطرقت وقلت الاجدر، واليوم اخذت شيك الانقاذ، هل هذا تصريح انك انت الاجدر ما بينهم؟ ابو حمود، كل شخص ياخذ شيك الانقاذ هو الاجدر. هو الاجدر. خذها اخوي محمد الاسبوع اللي راح، هو الاجدر محمد مطوالة. خل محمد مطوالة، محمد المسردي نفداك، اسمعني انا ابغى اجابه، ابغى اجابه تخص محمد المسردي. محمد مطوالة له كل الاحترام والتقدير. ارجع واعرج، انا البارحه سالتك سؤال وجاوبتني جواب، هل الجواب هو انت ولا انت اخذته كذا؟ جاوبوا عليك الجمهور طال عمرك. لا اله الا الله، لا اله الا الله. تصدق ما دريت ان الجمهور ده جاوبه؟ يا رجال انا ادري ان الجمهور ابغاك تتكلم عن نفسك. يا محمد المسردي عط نفسك حقها في الاشاده وفي الذكر، عط نفسك حقها يا اخي. انا كل من اخذ الشيخ هو الاجدر، انا خذيته اليوم وانا الاجدر، الاسبوع اللي اخذه ابو فلاح هو الاجدر. ايوه هذا الكلام، ابغاك تقول انا الاجدر. كل شخص انا الاجدر بمناي بفعلي بتعبي. ابو حمود، كل شخص يحصل الشيك هذا هو الاجدر طال عمرك. خلاص هذا الجواب اللي انا ابغاك، ليه تطولها وهي قصيره يا محمد المسردي؟ محمد لبيك، لبيت بمكه. اول شيء الف مبروك الشيك، الله يبارك فيك، تستحقه. بس لازم تعرف شيكك انت فقط، انت نعم تحت المحك. اي نعم، لانه دائما شيك الانقاذ يحمي من البرايم. صحيح. اليوم وفق القرار الشيك هذا ما راح يحميك اذا غبت عن البث 10 دقائق. ايش الفرق بينك وبين الشباب الثانيين؟ القرار على الجميع، بس الفرق ان انا عندي شيك وخسرته خسارتين. ايوه، وبيصير بلا قيمه، فلازم تحسب حسابك لهذه النقطه. باقي على البرايم يومين، باقي على البرايم 24 و24 48 وساعتين 50 ساعه. لا تغيب عن البث، لا تغيب عن البث، عشان لا تصير انت اللي معاه سابقه، يعني واحد معاه شيك ودخل برايم. في ناس كان معهم شيك انسحب منهم. محمد المسردي اذا غاب عن البث بيصير لاول مره واحد معاه شيك وسحب منه، لم يسحب منه ودخل برايم. يعني ما سحب منه ودخل برايم. يعني يا محمد، يعني يا محمد المسردي، خسارتك بتصير بخسارتين، تتوقع شيكك معك هو شيك الانقاذ، لكن مفعوله ما نفع. ليه؟ بسبب 10 دقائق. يعني احنا نتمنى ان العشر دقائق هذه ما تكون السبب في انه يصير الشيك بلا جدوى وتدخل البرايم. باذن الله. هو القرار هذا والله اني ما ادري وشلون جاء هذا القرار العشر دقائق. يعني كان عددنا 100، لكن حنا 4 عن 100 وحملنا وشلنا. اخوان شمه ضد كل الظروف، ضد كل الصعاب، الا ان احنا صامدين من بدايه النسخه.
اخواني على طيلة الثلاث ايام اللي راحت، انس ومحمد بن طوالة ومناحي الاسلمي، تحدينا انفسنا، تحدينا الصعاب، تحدينا الوقت، تحدينا ظروف مرت علينا في الثلاث ايام هذه ما حد يعلم عنها. فان شاء الله نحن قدها وما نغيب. لكن انا قلت كلمة مرة انسحب مني شيك اذا تذكرون، ايوه، واللي هو الشيك الاول في النسخة. قلت انا شيك الحقيقي هو جمهوري، شيخ انقاذ محمد هو جمهوره، دائما باذن الله اني ما خيب ظن جمهوري، وباذن الله اني قد التحدي هذا انا واخواني، والوعد ان شاء الله يوم السبت. يا محمد المسردي، بما انك تقول ان الشيخ شيخ جمهوري، ايه، خل طال عمرك حملك ثقيل، ابشر بسعيد، وحافظ على الشيك الى الوصول ان شاء الله، لا تتعدى البرايم هذا على خير باذن الله. انا ادري انك ما وصلت للمكان هذا ولا حصلت على الشيك الا انك تستحق، الله يطول عمرك، لكن اتمنى ان شاء الله سلامه هذا الشيك وسلامتك، وانك ان شاء الله ما تمر. الله يطول عمرك يا ابو حمود، سعدت بالاستضافه. الله يطول، تعرف ان الحريص دائما يورد الموت غلطته الوحيده، خليك حريص وانتبه باذن الله يا ابو حمود. الله ييسر امرك، شكرا يا اجدر، شكرا يا بطل، الله ييسر امرك يا محمد المسردي. طبعا محمد المسردي رتمه في هذا البرنامج من الاسابيع الجايه دليل على مكانته او وين بيروح. لا تسالوني وين بيروح، اسالوا نفسكم، هل محمد المسردي توجهه للمركز يدل ولا ما يدل؟ اكيد انه يدل، وبدون جوجل ماب، هنا جوجل حقه، اداء رياليتي، يعرف كيف ياخذ، يعرف كيف يصطاد الكاميرا، يعرف كيف يتجنبها.